انا هنا طبعا في دومو عندي ورشه صغيره كده بصنع فيها الشغل الارابيسك، فطبعا بعمل بجيب البرافان بروح مدخل فيه السن الفيل، وادخل فيه الحوافر، وادخل فيه شغل النحاس، فده حسب برضك طلب الزبون، يعني ده كله بيرجع للزبون. فبصنع بقطع الحاجات دي بجيبها من الصدف، بيجي من البحر من اليابان، وبنقطعه هنا شرايح صغيره كده وبنطلع الشكل اللي انا عايزه. انا اختصاصي الاساسي فرعوني، طبعا كان عندي 15 سنه ورحت مصر اتعلمت الشغلانه دي عند خالي محمود حافظ في الهرم، فطبعا حبيت الشغلانه دي وعجبتني عنده واستمرت فيها على طول. الفرعوني طبعا اي حاجه بتتعمل رسومات فرعوني زي ورق البردي، يعني نفس شغل البردي احنا بنعمله على الخشب، وده بيبقى للاجنبي للسائح، فهو ده الشغل ده اساسا معمول للاجانب الفرعوني. اما بالنسبه للارابيسك اللي هو الاسلامي ده شغل اسلامي بيروح الكويت السعوديه، يعني العرب، فده ليه طلب ولا دي طلب. بالنسبه للفارسي ده شغل الفرس برضك بنعمل منه نفس القطعة اللي هي معايا بصنفها، بعملها فارسي، بعملها فرعوني، بعملها قبطي على حسب طلب الزبون. بالنسبة للأرابيسك أنا شغلي في الأرابيسك شغل صدف، شغل تطعيم صدف، بنطعم العلبة، بنجيب العلبة خشب وبنكسيها صدف، وبنعمل برفان، وبنعمل أي شغل بقى حسب الزبون، أي حاجة فيها خشب بنعملها، نعمل أوضة النوم، بنعمل براويز آيات قرآنية. الشغلانة دي بقى فيها أربع مراحل، في الأرابيسك في شغل صدف، وفي فرعوني، وفي إسلامي، وفي عربي، وفي قبطي، يعني مكونة من خمس ست صناعات في صنعة واحدة. الشغل بقى القديم بتاع الخديوي اسماعيل، والشغل القديم ده من حوالي فتره كبيره بنحطه بقى فيه الخامات الطبيعيه دي، بس بتفرق بقى كتير بين الخامات الطبيعيه والخامات اللي هي العاديه دي. الخامات العاديه دي بنعملها في اي شغل عادي دلوقتي. نعم، بالنسبه للبلاستيك الصدف والحوافر البهايم المغزى والحاجات دي بتتحط في شغل معين حسب بقى طلب الزبون. انت عايزه برافان، البرافان ده عايزاه خامات طبيعيه بيتعمل خامات طبيعيه، عايزاه شغل عادي بيتعمل شغل عادي على حسب امكانيات الزبون.